اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نوفل فيديو ان شاء الله. الرحمن الرحيم، اللي كيف العاده قبل ما نبداوه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف كتشوفوا هنا اختكم؟ هبط جبت واحد الكومير زوين البنات عندنا هنايا في الباتيسري مع خبيز ديال السميد، وجبت هاد بريساب هذا كان حماق عليه، قرعه الماء لوالدي اللي غيدي معاه للمدرسه كيف كتشوفوا معايا. ممكن نحاول نجيب داكشي اللي كنحتاج البنات، انا ما مقدياش هاد الشهر ان شاء الله من بعد وغادي تعرفوا علاش. عندي هنا الطون البنات، طون مهم قلت لكم كنحاول نجيب داكشي اللي غنحتاج، وعندي لا شاركوتري كيف كتشوفوا معايا، وانا خديت لولدي واحد لاطاخ داموند، واحد المورسو مهم غير الكوتي اللي غادي يدي معاه للمدرسه وصافي في لابريميدي. اما الصباح كانت دا معاه، هذه في لابريميدي البنات. وغادي ندوز باش نوجد معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد طورتي يا اختي كتحمق، طورتي الشماليه كتجي غزاله 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 ما تشبعوش منها. خديت البنات البطاطا والبصله، غادي تشوفوا معايا غنقطعهم على هذا الشكل كيف كتشوفوا، البطاطا والبصله اللي مقطعين على هذا الشكل. وغادي ندوز اختي نقليهم في الزيت بحال كنقليو الفريت، غنقليو البصله والبطاطا قد قد البنات في الزيت بحال كنقليو الفريت. وهنا خديت الفلفله حمراء كنحيد لها ديك الزريعه وداك الداخل ديالها كيف كتشوفوا معايا، وغادي نقطعها اصابع طوال. صافي هنا من بعد ما حمات ليا الزيت كيف كتشوفوا، غادي نضيف هذيك البطاطا والبصله. صدقوني البنات كتجي من اروع ما ممكن توجدوا هاد التورتيه هادي، وتحيه للناس الشمال البنات والمغاربه كاملين من طنجه للكويره. ديما كنشاركها معكم وكنقول كل مره نشاركها معكم اللي يكون شي حد جديد. صافي خديت ديك الفلفله حمراء قطعتها صبيعات طوال، درت معها الثومه والبزار والملحه، تقدروا ديروا الثومه يعني عاديه ماشي الثومه بودغ. صافي درت البزار والملحه، ورقه سيدنا موسى او ورقه الرند كل البنات وشنو كيقول ليها. وغادي ندير اختي زويته وغادي نخليها هكا هاد الفلفله ديالي تطيح شويه، ومن بعد كيف كتشوفوا غادي نزيد عليها مطيشه اللي انا كتعجبني الزريعه، اللي بغى يحيدها ممكن يحيدها. صافي حتى كتقرب طيب عاد كنضيف شويه ديال التحميره باش ما كتجينيش من الاول مكردغه كيف كنقولوا حنا البنات. صافي هنا غزلات ديالي من بعد ما كتبدا تقلى ليا هذيك البطاطا والبصله كيف كتشوفوا، كتبدا تعسل هذيك البصله وكتحمر، كنبداو نحيدو منها هكا، كنبداو نحيدوها من المقلاة او من الكاسرونه اللي كنقليو فيها كيف كتشوفوا معايا. ايوا صافي اختي، غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نقلي كاع البطاطا والبصله اللي عندي. من بعد غادي ندير لها شويه ديال البزار او الفلفل الاسود كيف كتشوفوا، مليحه من طبيعه الحال. مهم يعني هكا باش تجينا بنينه، وانا كنزيد شويه ديال التحميره باش كتعطيني شويه اللون، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. هنا خديت خمسه ديال البيضات البنات، المهم انا داك الكونتيتي اللي درت فيها خمسه البيضات، الا درتو كونتيتي قل فغديروا البيض قل، عينكم ميزانكم. صافي غادي ندير خمسه ديال البيضات البنات في داك الخليط، وغادي نخلط مزيان 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 كيف كتشوفوا معايا. ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبدا نطيب فيها في شي مقله اللي تكون ما كتلصقش البنات. هنا هذيك الشريميله ديالي ديال مطيشه والفلفله الحمراء راه قريبه توجد، خديت واحد المقله البنات واخا تبان لكم مكرطه راه والله ما كتلصق، انا براسي تصدمت فيها. غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، وغادي ندير فيها هذه مقيله صغيره يعني كيجيو طورطيات صغار، غندير فيها واحد الكميه ديال الطورطيه. ايوا صافي، من بعد ملي غدا طيب ليا غادي نقلبها. هانتوما شوفوا ملي كندير السباتولا راه كاع ما ملصقه ليا نهائيا. صافي هنا قلبتها وغادي نستمر حتى غادي نكمل كاع الطورطيه ديالي كامله. صافي هنا البنات كيف كتشوفوا قدمتها مع الكورنيشون وفرماج غودا مازدام ولا شاركوتري مع ديك لاصوص، غادي نديرها في الساندويش كتجي خطيره من اروع ما ممكن تصوبوا لوليداتكم هكا، لانش بوكسات للعشاء الزربه، تكونوا خارجين لشي بلاصه يعني هكا شي سورتي يعني غدا بوليداتك الغابه غدا اي بلاصه، غديوه سهله وغديوه ديال الدقيقه 90 كيف كنقولوا حنا البنات. هانتوما شوفوا درتها في الساندويش كيجي داكشي معلك وخطير اختي. وهنا غادي نشارك معكم لي بروشيت ديال الحوت ديال الطونه، ما كانش نفس النهار ولكن شاركتهم لكم في نفس لا فيديو. هنا البنات كان عيط لي راجلي قال لي كان هنا شي شنقول لكم البنات فات الحال، قال لي غادي نجيب الطون واش ديريه لينا، قلت له نديرو. صافي وجابو
غادي تكلف به هو اللي غادي يقطعوا البنات، قطعوا ليه على شكل بغوشات، كيجي غزال البنات. يعني لا تصادفتوا معاه غير خذوه، راه كيجي واعر. انتما هنا البنات من بعد ما قطعوا لي راجلي على شكل بروشيطات، يعني قطبان، غناخد هنا هاد الصلصه ديال الحوت فيش صوص. هادي اللي ما عندوش يقدر يديرها يدير بلاصتها الصوجا، ولكن هادي راه كتباع البنات موجوده في لي غروند سيرفاس. وغادي ناخد لا موطارد كيف كتشوفوا معايا البنات على هاد الشكل. غادي انا ما درتش التحميره العاديه، انتما وريتكم التحميره العاديه ووريتكم التحميره هادي اللي غندير، التحميره اللي غندير تحميره فيمي، تحميره فيمي البنات كتباع في كاع العطاره، سورتو العطار ملي كيكون شويه كبير. تحميره فيمي خطيره، خذوا منها وديروها في داركم البنات، واعره ديال بصح. وغادي ندير شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، ها نتوما الموطارد الصوجا او فيش صوص، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، تحميره فيمي. غادي نحك الثومه وغادي ندير الربيع. صافي الغزالات ديالي هادو هما دو سمعوا ولدي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج، وغادي ندير زويته من طبيعه الحال. صافي وغادي نخلط هاد الشرموله وغادي نرقد فيها القطبان ديالي اللي قدر يخليهم واحد المده. ونسيت البنات عصرت واحد الحامض، دابا تبارك الله الحامض موجوده البنات، غير حاولوا هكا تخدموه بزاف وعامر ما شاء الله بالماء. هنا اللي عنده الوقت ممكن يخليه مده اطول، هنا انا ما خليتوش بزاف ومع ذلك جا رائع البنات، جا واعر. غادي نمشي اختي نزل لك القطبان ديالي. هنا قال لي راجلي نشوي، وقلت لي لا خويا انا ما قادر على روينات الشوا فدخلت كلشي الفران. انا عندي شويه ديال الضو وما جبتهاش صراحه، دخلت كلشي الفران وجاو واعرين البنات، ما تشبعوش منهم، جا كيحمق واحد المذاق رائع. صافي انتم شوفوا هنا راه وريته لكم في الفران ملي بدا كيطيب. درت معاه غير شليده ديال الخس ومطيشه والخيار، وغادي ندير معاه شليده ديال البطاطا مسلوقه بالبصله هكا والربيع والثومه والكمون. انا عصر العصير الحامض ما ديوش على هذيك الشيء اللي غيبان لكم في المولينكس، هذيك راه قشره ولا تيه في المولينكس كنت طحنت فيها وقيله شي حاجه سخونه. ايوا صافي كيجي هذا هو البلا ديالي، بلا غني وغزال ورائع بنات. بالنسبه للحوت ديال الطونه تبارك الله راه موجود كيدير 70 درهم الكيلو، رائع رائع بزاف بزاف، يعني شي حاجه اللي مفيده. ونبدلوها كنبدلو شي شويه في الحوت مقلي، الحوت فهكا في اللاطه، الحوت في الطاجين. نتمنى لا فيديو تما تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش بارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير. عرفتي لو كان تعرفوا كن زعما الروين اللي عندي او ميم طون كنصور لكم، تقولوا لي راه فعلا كتحماقي علينا اختي وكتحماقي على اليوتيوب. البنات انا اليوتيوب كنحس بالقناه بحال بنتي حيت كتعجبني، ماشي كنتخلص انا البنات، انا ما تنتخلصش باش نقول لكم، ولكن كنديرها حبا وكنموت على لو بارطاج البنات وكنموت عليكم، والله يدومها بيناتنا محبه يا ربي ان شاء الله الرحمن الرحيم. الفيديو الجاي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.